السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يا جماعة إن شاء الله موهبة جميلة جدا، إن شاء الله صوته جميل في القرآن وفي الإنشاد. ما شاء الله عليك، حافظ القرآن كله ولا مقاطع؟ لا مقاطع. طب عايزينك تختم القرآن كله إن شاء الله، أعظم حاجة في الدنيا يعني. إن شاء الله. هتتابع يعني مع شيخ ولا متابع أصلا؟ لا إن شاء الله هتابع بإذن الله. نتعرف بيك الأول. مصطفى ربيع من بيضة البلد. ما شاء الله عليك يا مصطفى. هتسمعنا حاجة إن شاء الله في القرآن من سورة إيه؟ من سورة الكهف إن شاء الله. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نكون لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. يا عم ما شاء الله عليك، صوتك حلو في القرآن، ليه ما تكملش كده وتروح لشيخ وتحفظ واحدة واحدة وتكمل يعني؟ دي حاجة جميلة جدا يعني. انت صوتك جميل في القرآن يعني، بعض الحاجات اللي مسات وهتبقى ما شاء الله عليك زي الفل ان شاء الله. ليه ما جاتش في دماغك، ما بتجيش في دماغك تروح تحفظ؟ لا ان شاء الله هروح احفظ. متأكد يعني؟ ان شاء الله. وعد ان شاء الله عليك يعني. يا جدعان اول مرة قابل حد صوته حلو في القرآن والى حد ما يعني عنده بعض الاخطاء البسيطة ويبقى زي الفل ومش عايز يكمل، ما تزعلنيش منك إن شاء الله. طب إن شاء الله سمعنا كده إنشاد إيه بقى إن شاء الله؟ إنشادة إن الحياة قليلة لذات. يلا توكل على الله. إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم لذاتي. ما أكثر الأعمار عند رحيلنا سكناتي. اجعل لمن رحلوا إليك مفاذة ومآلهم ربي إلى الجنات. سبقوا إليك وفي النفوس مرارة والدمع جمر يحرق الوجنات. قد لا يغالبها صدى الآهات. غادرت في صرخ الشباب حياتنا ورحلت منها مسرع الخطوات. وتركت كنزا ليس يفنى مثله، حب العباد وصادق الدعوات. مثواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. مثواكم جنات خلد كلنا يدعو بها جهرا وبالخلوات. طيب يا جماعة زي ما انتوا سامعين ما شاء الله عليه، انت طبعا جاي مجهزها. تمام. ما شاء الله عليه، جميلة والله العظيم يا جماعة. ان الحياة قليلة لذاتها، فوالله العظيم انا يعني انا استمتعت بيها واكيد انتوا استمتعتوا بيها. ما تنسوش تدعموا الراجل الجميل ده، اعملوا له لايك، اعملوا شير، وان شاء الله انت عندك صفحه على اليوتيوب. اسمك ايه بقى؟ مصطفى ربيع. مصطفى ربيع، تابعوا مصطفى ربيع يا جماعه. وان شاء الله عايزين يعني الناس اللي زي كده نطلعهم كلهم ترندات وكلهم يطلعوا اكسبلور. ربنا يبارك فيك يا رب، انا اتشرفت بيك يا مصطفى حبيبي.